أهلا بكم مشاهدينا الأكارم في حلقة جديدة من تكافل. ناشد الدكتور ديفيد نابارو المسؤول في منظمة الصحة العالمية ناشد بالتوقف عن استخدام عمليات الإغلاق كطريقة أساسية للتحكم في انتشار فيروس كورونا في العالم، مؤكدا أن الإغلاق سيزيد من الفقر في العالم وليس مكافحة الفيروس. نتابع ونعود. في وقت غير متوقع وفي موقف غير مسبوق تراجعت منظمة الصحة العالمية عن موقفها الأصلي بشأن كوفيد-19 بعد دعوة قادة العالم إلى التوقف عن إغلاق بلدانهم واقتصاداتهم، وذلك بعدما ناشد الدكتور ديفيد نابارو من منظمة الصحة العالمية قادة العالم طالبا منهم بالتوقف عن استخدام عمليات الإغلاق كطريقة أساسية للتحكم في فيروس كورونا، وقال إن الشيء الوحيد الذي تحقق جراء عمليات الإغلاق هو انتشار الفقر فقط دون ذكر الأرواح المحتملة إنقاذها جراء هذا الإغلاق الحكومي، وأضاف أن عمليات الإغلاق لها نتيجة واحدة وهي أنه يجب ألا تقلل من شأنها أبدا، وهذا يجعل الفقر والفقراء أكثر فقرا. وقال نحن في منظمة الصحة العالمية لا ندعو إلى الإغلاق كوسيلة أساسية للسيطرة على الفيروس وانتشاره. المرة الوحيدة التي تعتقد فيها أن الإغلاق له ما يبرره هو أن نوفر لك الوقت لإعادة تنظيم مواردك وإعادة تجميعها وإعادة توازنها وحماية العاملين الصحيين لديك المرهقين، ولكن بشكل عام نفضل عدم القيام بذلك. لا تزال مشاهدينا الوباء لا يزال ينتشر ولا زال له بقية، وقد تظهر مفاجآت في نهاية الأمر. فيروس كورونا المستجد هو أكثر ما يشغل سكان العالم والأوساط الطبية في الوقت الراهن، خاصة أن هناك مخاوف من حدوث موجة ثانية أكثر شراسة في فصل الشتاء الذي لا يفصلنا عنه إلا أشهر قليلة. تساؤلات وعلامة تعجب تلاحق تصريحات ديفيد نابارو حسب محللين، فالوضع في البدء كان بسبب قرارات المنظمة الخاطئة في محاولات مختلفة، منها التلاعب بأرقام الدراسات العلمية التي تحت إشرافها، وثانيا انتشارها كشبكة ذات نفوذ وترتبط بعناصر مؤثرة في الحكومات. والآن يبدو أن المنظمة العالمية انقلبت على موقفها السابق بعدما تكبد العالم خسائر لا حدود لها، فقد تأثر ذوو الدخل المحدود وذوو الدخل والرواتب المتدنية بقرارات الإغلاق، وكانت بمثابة الشلل العام للمجتمعات، وما زالوا يعانون إلى اليوم من آثارها. مشاهدينا، هل يمكن قبول تراجع المنظمة بعد هذا التصريح؟ أليس عليها تحمل نتائج توصياتها السابقة؟ هل غيرت منظمة الصحة العالمية مواقفها؟ نتابع التقرير ونعود لنناقش الموضوع مع
النقاش مع ضيوفي الكرام. سعدوا باستضافة كل من الدكتور عبد الحميد مهني مدير البحث بكلية الطب في جنيف معنا من سويسرا، والدكتور إبراهيم حمامي أخصائي رعاية صحة الأولوية معنا من لندن، والدكتور نهاد إسماعيل خبير الاقتصادي معنا أيضا من لندن، كما سيلتحق بنا من تونس كل من الدكتور منذر الونيسي الطبيب والمستشار في وزارة الصحة سابقا. أرحب بضيوفي الكرام وأرحب بكم مشاهدينا الأكارم. بداية مع الدكتور إبراهيم حمامي. دكتور، تصريح من هذا النوع من قبل منظمة الصحة العالمية في الوقت الذي استخدمت فيه الإغلاقات التامة من قبل الحكوميات العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا، شكك هذا المسؤول في منظمة الصحة العالمية في مدى نجاح هذا الإجراء في تلك الدول. كيف ترى هذا التصريح وخطورة هذا التصريح على العالم وعلى المجتمعات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخت سمية ولكل المشاهدين الكرام. أهلا بك. الحقيقة بداية يجب أن يعني نؤكد على موضوع واحد، مواقف منظمة الصحة العالمية تؤخذ من البيانات الرسمية وموقعها الرسمية. هناك خلافات في كل الأصعدة، في الحكومات، في المؤسسات، في المنظمات الصحية وغيرها، بين أفراد هذه المؤسسات. هذا الطبيب نبروك لا يشذ عن هذه القاعدة، هو أتى برأيه الشخصي ولكن لا يعبر عن رأي منظمة الصحة العالمية. بغض النظر عن رأي منظمة الصحة العالمية، لم تدعو منظمة الصحة العالمية في يوم من الأيام إلى الإغلاق التام. عملية الإغلاق التام كان قرار سياسي بحت. لأول مرة في تاريخ الأمراض والجائحة وغيرها يتصدر السياسيون المشهد في كل الدول ويقرروا نيابة عن الأطباء. ما تفضلت به في التقرير وتفضل به التقرير من أنه قال أنه يزيد الفقر، هذا الأمر معروف بالتأكيد، لأن هناك يعني شبه إجماع أن المطلوب الآن هو الموازنة ما بين العيش والمعيش، بمعنى الصحة وعدم الوفاة والمرض وغيرها، والمعيش أي الاقتصاد. هذا الجميع أجمع عليه بالكامل، ولكن منظمة الصحة العالمية كمنظمة تعني بشؤون المرض تصدر التقارير فقط من خلال الدراسات والأبحاث، أما الحكومات التي تتخذ القرارات. منظمة الصحة العالمية منذ اليوم الأول وحتى اليوم الشيء الوحيد التي طالبت به ولا اعتمدته هو عملية الفحص المستمر، هي عملية ملاحقة المصابين والذين يعني كانوا على يعني علاقة بهم، واستخدام الوقاية من 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 يعني الكمامات والقفازات وغيرها. أما دون ذلك لم تدعو للإغلاق في يوم من الأيام. بالتأكيد أن الذي يجري الآن هو تخبط كامل رسمي من كل الأصعدة، على كل الأصعدة، لا أعرف عاد ما الذي يفعله. والتقرير وهذا رأي الطبيب هذا يخالف تماما، على سبيل المثال الذي التقرير الذي صدر عن هيئة العلماء البريطانية، أشهر هيئة علماء في بريطانيا وهي تختصر بسيج، والتي تتحدث اليوم تحديدا في تقرير نشر اليوم وهو صدر من 21/9 والحكومة يعني تغاضت عنه بالكامل، يتحدث عن عملية كسر الدائرة اللي هي السيركت بريك، أي الإغلاق لمدة أسبوعين إلى ثلاثة، كل فترة من الفترات ستمنع انتشار هذا المرض. هناك الكثير من التضارب حتى في التقارير العلمية، ولكن العلماء أجمعوا أن هذا الفيروس فيروس حقيقي وخطير وينتشر، ويجب كسر دائرة الانتشار بشكل أو بآخر، ليس ربما بإغلاق الكامل ولكن بإجراءات أخرى تتخذ. نعم. على الأرض. نعم. دكتور عبد الحميد مهني، بعد الترحيب بك، كيف ترى هذا التصريح؟ الدكتور إبراهيم يقول أن هذا رأيه الشخصي، لكن هذا الدكتور محسوب على منظمة الصحة العالمية وهو مسؤول، وكلامه يحسب عليه أيضا، أليس كذلك؟ السلام عليكم وتحياتي لك أخت سمية ولطاقم الأوراس ولضيوفك وزملائنا وللمتفرجين الأوراس تي في. دعيني نذكرك بشيء، أن في شهر 2 أو 3 ما كانتش معلومات والمنشورات العلمية كانت يعني نادرة لتتكلم على الفيروس كورونا، وبالتالي الشيء الوحيد اللي كان يملكه السياسيين في والوبائيين هو الحجر، هو الوسيله الوحيده اللي كانت، وبالتالي هما طبقوها. لكن مع الوقت العدد المنشورات العلميه الطبيه هي في البدايه كانت نادره وقليله، لكن من شهر 3 إلى يومنا هذه كاين أكثر من 30,000 منشورة علمية اللي تخص هذا الكورونا فيروس، وبالتالي يعني الكمية تاع المعلومات صبحت متوفرة. في البداية استعمال الحجر الصحي،
لكن في الدول اللي استعملته حتى باش توقف انتشار الفيروس وتستعيد نفسها وحتى باش تواجه هذه الجائحة، مع الوقت أدركت أنه مش ممكن يعني هي تمشي. نعطيك مثلا في سويسرا، في سويسرا في شهر 4 رفعت تدريجيا الحجر، لكن في بعض الدول لو تكلمنا على الجزائر حتى الآن هم في الحجر الصحي. نعم. والحجر الصحي كما تفضل ضيفك هو يساوي الفقر، مشاكل اجتماعية، مشاكل صحية، حتى مشاكل صحية لأنه السرطان وكأنه اختفى، أمراض القلب وكأنها اختفت، الأمراض العقلية والأمراض تاع الأمراض تاع النفسية، نعم النفسية، يعني انفجرت المشاكل الاجتماعية، انفجرت والجهل، الجهل خصوصا للأولاد اللي مع صبحهم ما يمشوا للمدارس، يعني هي رزنامة من المشاكل اللي جابها هذا الحجر. إذن الحجر حاليا يعني هي من السذاجة أنه الإنسان يبقى متمسك إلا في الحجر، لازم يتأقلم لأنه فيه معلومات علمية وطبية اللي تخلي الإنسان يغير من سياسته ويغير من له. وفي حتى بعض من الدول يعني استغلت هذا الحجر لأغراض سياسية. نعم تعرف فيها. واضح واضح. دكتور نهاد، فعلا كانت آثار فيروس كورونا وهذه الجائحة على العالم كانت لها الآثار الوخيمة على الصعيدين الصحي والاقتصادي والاجتماعي والنفسي والعقلي كما تفضل دكتور عبد الحميد، لكن من يتأثر بالدرجة الأولى هم ذو الدخل الضعيف، الأشخاص الذين يعتمد قوتهم على يومهم، في خاصة في الدول الفقيرة والأكثر فقرا. كيف ترى الوضع الآن بعد هذا التصريح من قبل مسؤول في منظمة الصحة العالمية، والآن الوضع الحالي الآن والتنبؤ بموجة ثانية؟ شكرا أستاذة سمية على هذا السؤال، وتحياتي لضيوفك الكرام الدكتور عبد الحميد والدكتور إبراهيم حمامي وللمشاهدين الكرام. هذا سؤال هام. دكتور نبارو، أتمنى لو جاء بمقترحات عملية قابلة للتطبيق وسهلة لكي تتبعها الدول ولا تقاومها. الآن في بريطانيا مثلا، وتطرق إلى ذلك الدكتور إبراهيم حمامي، مسألة كسر الدائرة أو قطع التيار لإيقاف انتشار الفيروس، يجب أخذ هذا بعين الاعتبار وتجربته لنرى ماذا سيحدث بعد أسبوعين أو ثلاثة من هذا الأسلوب، وهو يتطلب إغلاق تام، ولكن التكلفة تكون باهظة، ولكنها تكون أكثر، التكلفة أعلى بكثير إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذا الوباء الذي عانينا منه الآن لمدة 7 شهور دون أفق في الانتهاء ودون تواجد لقاح فعال. بالنسبة للاقتصاد، دول العالم تعاني، 46 دولة تقدمت إلى مجموعة 20 تطالب بمساعدات، إما تجميد الديون أو تمديدها أو تعليقها إلى غير 30 منها دولة إفريقية. هناك أيضا في العالم العربي 7 ملايين وظيفة فقدت وملايين وظائف ستفقد، اقتصادات العالم تنهار، هناك انكماش اقتصادي يؤثر على المواطنين في كل أنحاء العالم، من أمريكا اللاتينية جنوبا إلى شمال أوروبا إلى آسيا أفريقيا والدول العربية. لذلك يجب أخذ إجراءات سريعة لاحتواء هذا الفيروس. وما هي هذه الإجراءات؟ نريد أن نسمع من منظمة الصحة العالمية ماذا يقترحون بالضبط أن يعمل. نعرف أنهم شكلوا ما يسمى برنامج كوفاكس،
الذي يحتاج إلى 15 مليار دولار، وهذا البرنامج لمساعدة صانعي اللقاح للبحث والتطوير ونشر المعلومات، ولكن حتى لو استلموا هذا المبلغ غدا هل سينجحوا بالخروج بحل عملي سريع لإنقاذ العالم؟ مستويات المعيشة في العالم تنهار، اقتصادات العالم تتراجع، هناك انكماش اقتصادي يساوي ذلك الذي حدث في ثلاثينات القرن الماضي، أي كساد اقتصادي كامل وتراجع. على سبيل المثال أمريكا الجنوبية والبحر الكاريبي تراجع الاقتصاد بلغ 7.2%، في العالم العربي حتى في الدول الغنية النفطية الاقتصادات انكمشت بمعدلات من 4.5% قطر مثلا إلى 6.5% الإمارات، وحوالي 7% السعودية، 10% في عمان، وهكذا المديونية العربية تتراكم. مصر عليها ديون خارجية أكثر من 114 مليار دولار، المديونية اللبنانية بلغت 170% من الإنتاج الإجمالي المحلي. نعم دكتور، دكتور نهى، سنتحدث بالتفصيل في هذه النقطة بالذات والآثار الاقتصادية جراء هذه الجائحة. دعني أعود إلى ضيفي الدكتور إبراهيم. دكتور إبراهيم، هذه ليست المرة الأولى التي تتراجع فيها منظمة الصحة العالمية عن تصريحاتها السابقة. من قبل كانت قد قالت أنه لا يوجد أي دليل ليثبت فعالية الكمامة في منع انتقال العدوى بالأماكن العامة، إلا أن الدكتور ديفيد نابارو شدد فيما بعد على ضرورة ارتدائها إلى أن يتوصل العلماء إلى علاج ولقاح مضاد للفيروس. يعني تصريحات وتصريحات مضادة وتذبذب في الآراء من قبل منظمة بهذا الحجم وفي هذا الظرف بالذات الذي يعيشه العالم على أعصابه جراء هذه الجائحة. يعني ربما ما تفضلت به غير دقيق بالمطلق، لأن منظمة الصحة العالمية منذ بداية الشهر الأول كانت لا توجد أي معلومات على الإطلاق. كانت وسائل الحماية اللي هي اللي تسمى بالبي بي إي، اللي هي أربعة بالتحديد، اللي هي الكمامة والقفازات والمريول والفايزر اللي هو زي الزجاج أو البلاستيك أمام الوجه، طلبت بذلك خاصة بالنسبة للعاملين في القطاع الصحي. ولكن مع ظهور أول تقرير في يعني الدوريات الصحية الفعالة والمحترمة كان هناك يعني طلب واضح جدا من الجميع باستخدام الكمامات. الذي رفض ذلك تحديدا والذي اتهم منظمة الصحة العالمية في كل المراحل خلال 7 أشهر الماضية والذي كرر مثل هذا الكلام هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصل إلى حد الانسحاب من منظمة الصحة العالمية. حقيقة الدول التي لم تستجب لذلك يعني الذي طالب به منظمة الصحة العالمية موجود على موقعها منذ شهر 3 و4 الماضي بالنسبة للكمامات وغيرها، وكانت هناك تفاصيل إذا لم تستخدم الكمامات بين طرفين، طرف المصاب وطرف السليم، تكون نسبة الإصابة والعدوى بين الطرفين حوالي 90 إلى 95%. أما إذا الطرفين استخدموا الكمامة فالإصابة تصل إلى 3% فقط، وبالتالي هذه الإحصاءات موجودة لمن أراد. دول العالم رفضت ذلك الأمر وأصرت أنه لا دليل على ذلك، وكانت هناك طبعا نظرية المؤامرة الشديدة والكلام أن الذي يرتدي الكمامة يسبب نقص بالأكسجين وزيادة ثاني أكسيد الكربون ويأثر على مرضى اللي عندهم الربو وغيرها، وكل هذه طبيا غير صحيحة بالمطلق على الإطلاق. لا يوجد تقرير واحد، لا يوجد بحث واحد يثبت ذلك الكلام، ولكن نظرية المؤامرة زادت، فكانت هناك حملات ضد الكمامات، مظاهرات بالآلاف في دول أوروبا وأمريكا ضد الكمامات، ولكن كان من منذ اللحظة الأولى ارتداء الكمامات ضروري، حتى في النهاية رضخت الحكومات وطالبت بارتداء الكمامات. كثير من الحكومات حتى هذه اللحظة لم تفرض الكمامات في الأماكن المغلقة. على سبيل المثال هذا الأسبوع هولندا بدأت في تطبيق ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والأماكن يعني المواصلات العامة، رفضها ذلك في البدايات. وبالتالي التقرير الذي تحدث عنه المتحدة للصحة العالمية لم تطالب بذلك غير صحيح غير دقيق. أما الأمر الآخر بالنسبة للقاحات، حتى هذه اللحظة لا يوجد لقاح في الأفق على الإطلاق. منظمة الصحة العالمية وغيرها لما تحدث عن قطاع مناعة القطيع ورفضت أن ذلك غير ممكن حقيقة، وهذا لا يمكن تطبيقه، ولا زالت مصرة على ذلك الأمر حتى هذه اللحظة، لأنه بإحصائية بسيطة ظهرت في أمريكا أيضا من أكبر الجامعات والمجموعات العلمية الموجودة، إذا أرادوا تطبيق مناعة القطيع اللي هي 40% فقط من الناس يصبح عندهم مناعة، وغير معروف كم نحتاج في المئة من الناس ليصابوا بهذا المرض أو يطعموا حتى تصبح هناك مناعة قطيع، لكن أقل شيء 40% اللي هي ممكن زي الإنفلونزا وغيرها، بينما الحصبة تحتاج 90%. 40% تحتاج إلى وفاة 15 مليون بني آدم على سطح الكرة الأرضية، لا أحد يستطيع تحمل ذلك الأمر. إذا هذا التخبط الذي نسمعه هو بسبب السياسيين الذين تدخلوا في أمر طبي لا يعنيهم ولا يفقهوا فيه شيء إطلاقا،
والإصرار بأنهم هم على صواب ويرفضوا كل ما يأتي به العلماء والأطباء وخبراء الأوبئة وغيرها. حتى هذه اللحظة لا يوجد في الأفق أي نوع من التطعيمات. تحدثوا بداية شهر 10 عشان انتخابات أمريكا، ثم قالوا نهاية هذا العام، ثم قالوا شهر 3 القادم، الآن الحديث عن شهر 7 القادم على أقرب تقدير. ثلاث يعني أبحاث الرئيسية كان جامعة أكسفورد أوقفوها لفترة بسبب تعرض أحد المرضى لأعراض لم يعلن عنها، ثم خلال يومين الماضيين كانت شركة جونسون جونسون، وأخيرا اليوم شركة إيلي ليل أيضا أوقفت الأبحاث تبعها عشان أحد المرضى ظهرت عليه أعراض لم يحددوها. وبالتالي حتى هذه اللحظة كل شيء ما زلنا في المربع الأول. صحيح نحن فهمنا الفيروس أكثر، فهمنا ما الذي يحدث في الجسم بشكل أكبر، عرفنا كيف نتعامل معه. هناك بعض العقاقير التي تستخدم الآن اللي هو ريمديسفير وديكساميثازون وغيرها ومسهلات وملينات الدم، بالتأكيد تخفف من أعراض المرض وتخفف من الوفيات، ولكن حتى هذه اللحظة زيادة الأعداد بشكل هائل وكبير، سواء كانت بامتداد الموجة الأولى أو موجة ثانية خاصة في فصل الصيف، وأيضا زيادة الدخول للمستشفيات المتوقع بزيادة الأعداد. في فرنسا الآن 40% من أسرة العناية المشددة أصبحت مليئة بمرضى الكورونا، متوقع أن يزيد ذلك. وصلت في فرنسا أن أعداد الإصابات اليومية فوق 20,000، وفي بريطانيا 13-15,000، في الهند 63,000 كل يوم. وبالتالي نعم. زيادة الإصابات يعني زيادة دخول المستشفيات، يعني ضغط على الجهاز. يعني هل زيادة دكتور إبراهيم، هل زيادة الإصابات تعني أن نحن دخلنا في موجة ثانية، أم أنها زيادات وارتفاعات فقط حسب الدول؟ لا، هي طبعا زيادات في كل العالم، لا ليست لدولة دون أخرى. كل دول العالم الآن تعاني من زيادات، كل دول العالم الآن بدأت اتخاذ إجراءات جديدة للحد من ذلك الانتشار. لا أحد يريد الإغلاق التام بالمطلق، لأنه هذا يؤثر بشكل كبير جدا على البلد، لكن في نفس الوقت اتخاذ إجراءات ضروري. لا يمكن أن نقف موقف متفرج أو أن نقول والله فليصاب من يصاب وليموت من يموت. وبالتالي نحن نشطب جزء كبير من المجتمع، هم كبار السن أو لديهم أمراض مسبقة، لأنه والله لا يعنينا ذلك المهم الاقتصاد. هذا أمر غير أخلاقي وغير يعني لا يمكن القبول به. هؤلاء الذين أعطوا من حياتهم وسنوات عمرهم لهذا المجتمع، من حقهم علينا أن نعتني بهم، ولا نقول والله إنهم خلص كبار، خلص عمرهم، مع السلامة، انتهى دوركم. وبالتالي هناك هذه المعضلة. المعضلة هي في محاربة هذا الفيروس، محاربته من الناحية الصحية المهنية الذي يتطلب إجراءات قاسية في بعض الأمر، وأيضا الحفاظ على الاقتصاد وعدم الدخول في دورة اقتصادية وفشل وانكماش اقتصادي ودمار حقيقي في كل المجالات. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور إبراهيم حمامي، أخصائي رعاية صحية أولية، كنت معنا من لندن. شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. تعود إلى ضيفي الدكتور عبد الحميد مهني. دكتور عبد الحميد، هناك من يقول أننا دخلنا في موجة ثانية، ونحن نلاحظ أن هناك ارتفاعات حادة في مختلف الدول، ارتفاعات في هذا جراء هذا الفيروس، لكن الآن الوضع، هناك من يقول أن هذا الفترة، فترة الخريف، هي أكثر حدة من فترات الصيف والربيع إن صح التعبير، ما تعليقك؟ أولا صحيح أنه إحنا داخلين في الموجة الثانية. لو ترجعي إلى جون هوبكنز يونيفرسيتي CDC تشوفي أنه الموجة الأولى مرت، وإحنا ماشيين في الموجة الثانية في أوروبا، داخلينها. هذا ما فيه يعني خلاص الشك، يعني ما بقاش شك، إحنا ماشيين في الموجة الثانية. نعطيك سويسرا مثلا، الموجة الأولى كانت عدد الإصابات اليومية لا تتعدى إلى أكثر من 400 أو 500، حاليا أكثر من 2800. فرنسا مثلا في سجلت ثلاث أيام مقبل سجلت 20,000 إصابة في اليوم. إذن احنا ماشيين، لو تشوفي المنحنى تشوفي انه احنا ماشيين الى احنا داخلين في الموجة الثانية. وبالتالي هذه الموجة هي لحد الآن هي قاست اكثر الشباب، الناس اللي أقل سن، يعني أقل من 65-60 سنة. وبالتالي عدد الوفيات هو صحيح ما هوش كما الموجة الأولى لعدة أسباب. السبب الأول هو تعلمنا من الموجة الأولى، تعلمنا كثير من الموجة الأولى، وبالتالي عندنا إمكانيات حتى نواجهه في 5% تاع العدد الإصابات اللي هي خطيرة. عندنا إمكانيات فيها رمديسيفير، فيها ديكساميتازون كما تفضل زميلنا
زميلنا كان تحدث عليها. نعم. الإمكانيات أصبحت موجودة كمان. والآن في هذه الحالة دوك احنا ماشيين في الموجة الثانية. المال فعله المنظمة الصحة العالمية ما عندهاش حلول، لأنه هي في حيرة في نفسها، يعني ما موجود هناك حلول أو استراتيجية للوقف. وهم كثير كاينين من الشركات والدول، يعني مشات على حكاية التلقيح، لكن التلقيح حتى الآن خصوصا الشركات اللي استعملت الأدينو فيروس، هذا اللقاحات اللي مبنية على الأدينو فيروس هذا مع الأسف هي سبت في الأعوار الجانبية اللي وقفت كل اللقاحات في الولايات المتحدة إلا أسترازينيكا اللي هي لازالت تعمل تجاربها في بعض الدول كالبرازيل وجنوب إفريقيا وحتى في المملكة المتحدة. إذن اللقاح حاليا يعني الأمور ما يشتمشي. نذكرك باللي كاين كثير الإنسان حاليا فوق المعمورة هذه، يعني أصاب مرة واحدة اللي قدر يعالج فيروس، هو الفيروس تاع هيباتايتيس سي. الفيروس تاع هيباتايتيس سي هو الفيروس الوحيد اللي حاليا عنده علاج. أما الفيروسات، معظم الفيروسات ما عندناش علاجات، لم ما كان أي علاج يعني فعال اللي يشفيك من الفيروس. اللقاحات نعم كاين لقاحات، الفيروس تاع هيباتايتيس بي وكثير من الفيروسات نعم موجودين حاليا. أنا آسف أنه نقول أنه ربما سوف ننتظر بعض من الوقت إلى 2021 ولا حتى نشوفوا بوادر لا فيه هناك لقاح، من رغم أنه بعض الشركات تقول ممكن يكون عندنا لقاح في آخر السنة، لكن حاليا يعني ما فيش يعني ما فيش بوادر اللي تقول أنه فيه لقاح قريبا. واضح. دعني أرحب بالدكتور منذر الونيسي، الطبيب والمستشار في وزارة الصحة سابقا معنا من تونس. أهلا بك دكتور منذر. دكتور، لا شك أن فيروس كورونا كان له الأثر البارز على كل العالم، صحيا واجتماعيا واقتصاديا أيضا. جاء تصريح هذا الدكتور ديفيد نابر والمسؤول في منظمة الصحة العالمية، هذا التصريح مؤخرا يقول بالتوقف عن استخدام عمليات الإغلاق كطريقة أساسية للتحكم في انتشار الفيروس، وكنا نعلم أن بعض الحكومات والدول اتخذت هذه الإجراءات كوسيلة لحماية الأشخاص من انتشار هذا الفيروس وتفشيه. الآن كيف ترى هذا التصريح وهذا الوقت بالذات الذي يشهد فعلا الحديث عن موجة ثانية؟ في حقيقة الأمر هناك تخبط كبير داخل المنظمة العالمية للصحة، وهناك تداخل كبير بين السياسي والصحي. للأسف منذ بداية الوباء اتخذت المنظمة العالمية للصحة طريقا وطريق الصحي بعيدا عن التجاذبات السياسية، وأنا لا أوافق كبير المنظمة العالمية للصحة بالقول أن عملية الإغلاق التام ليس لها أي أثر إيجابي. ولنا تجربة في تونس وفي غير تونس، عندما قمنا بالحجر الصحي العام وصلنا إلى أيام وأسابيع بدون أي إصابة للفيروس، وللأسف بعد ذلك عندما فتحنا الحدود بشكل لا مدروس ووحشي، أنتم تنظرون الآن إلى تفشي سريع وكبير جدا في تونس. وصلنا إلى حدود 37 ألف حالة للأسف الشديد وقرابة 500 حالة وفاة. الآن ما أعيبه أو ما نعيبه كخبراء على المنظمة العالمية للصحة هو التداخل السياسي الصحي والعجز التام عن إدارة هذا الوباء وتخبط وضبابية الآن للأسف الشديد نراها في هذه التصريحات المتضاربة أحيانا، التصريحات من مختلف الخبراء، تصريحات تذهب يمينا وتذهب يسارا، وللأسف الشديد حتى العمليات إيجاد اللقاح التي تتميز بنوع من الجدية الأكاديمية
أصبحت المنظمة العالمية للصحة تتساهل معها، وكأن حالها يقول اعتني لقاحا مهما يكون لأرضي فلان أو فلان، لا أن 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 أجد لقاحا جديا للبشرية ولو بعد حين. نعم دكتور نهاد، هذه التساؤلات والعلامات، علامات التعجب على مثل هذه التصريحات من مسؤولين في منظمات دولية لها الأثر على الأشخاص أيضا، يعني إن لم يكن نفسيا لكن سيكون اقتصاديا أيضا. الدول المتأثرة من جراء هذا الفيروس هي الدول الأكثر فقرا والتي تعاني فقرا زيادة عن ما تعانيه أيضا. الأثر واضح جدا على هذه الدول الفقيرة. لبنان كانت وما تزال إحدى الدول العربية المتأثرة اقتصاديا، وزادت هذه الجائحة وأثرت عليها سلبا أيضا. كيف نرى الآن الوضع ونحن نعيش على أعصابنا، العالم كله يعيش على أعصابه؟ نعم، للإجابة على هذا السؤال ننظر إلى الأرقام. الآن نعرف من حسب مصادر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن إفريقيا مثلا تحتاج إلى 1.2 تريليون دولار حتى عام 2023 للتغلب على هذا الوباء ولمكافحة هذا الوباء. وأيضا صندوق النقد الدولي الاثنين صرح أن الاقتصاد العالمي فقد أو خسر 11 تريليون دولار من الإنتاجية productivity أو البرودكشن إلى آخره، ومتوقع أن هذا الرقم أن يصل إلى 28 تريليون بحدود 2025 إذا لم يتم القضاء على هذا الوباء. فاقتصادات العالم كلها معرضة للانهيار، حتى أن مجموعة العشرين وهي أغنى دول صناعية متقدمة في العالم الآن تتردد في مساعدة الدول الفقيرة لأنها ذاتها تعاني من عجز مالي، تعاني من مديونية هائلة، وتعاني من إغلاقات اقتصادية، قللت دخل الضرائب، قللت دخل المواطنين، وتضطر إلى تقديم مساعدات المواطنين. أعطيك مثل بسيط، بريطانيا أنفقت 190 مليار استرليني أي حوالي 240 مليار دولار فقط لمساعدة الاقتصاد أثناء الفترة مارس آذار حتى أغسطس آب الماضي. واستدانت الحكومة أيضا 290 مليار استرليني أي حوالي أكثر من حوالي 440 مليار دولار لتسد العجز في الميزانية. أي الدول تعاني والشعوب تعاني لأن الحكومات غير قادرة. لحسن الحظ أنه في الدول الغربية يوجد شبكات أمان لحماية الفقر المدقع، لحماية الفقراء والذين يعانون والذين فقدوا وظائفهم. في دول في العالم في إفريقيا وآسيا لا يوجد شبكات أمان، من يفقد وظيفته يجوع ويحتاج يضطر إلى التوسل إلى أقاربه وأصدقائه لمساعدته، ولذلك الإنسان يعاني. هناك مثل بسيط يقول أن الإنسان في الغرب عندما ترتفع الأسعار ويفقد وتقل الأموال يشعر الألم في جيبه أو في حسابه البنكي، ولكن في دول في العالم عندما يجوع الإنسان يشعر الألم في بطنه ومعدته لأنه لا يجد شيئا يأكله. فالمأساة حقيقية جدا وتزداد استفحالا والفقر ينتشر. لذلك لا بد من إيجاد حل وتضافر دولي عالمي بقيادة الأمم المتحدة لمساعدة الدول الفقيرة جدا. المشكلة الوحيدة في إفريقيا أن الفقر سببه ليس فقط الكورونا، قبل الكورونا كان هناك إيبولا، وقبل الإيبولا كان هناك إيدز وغير ذلك. هو الفساد وكذلك عدم الكفاءات في حل المشاكل ومعالجة الأمور في تلك الدول. لذلك نريد حلول اقتصادية شاملة وتدخل دولي على أعلى المستويات لمساعدة الدول الفقيرة.
دكتور نهاد، هناك من يحمل المسؤولية الأولى لمنظمة الصحة العالمية بسبب قراراتها، قرارات المنظمة الخاطئة في مجالات مختلفة، يعني منها التلاعب بأرقام الدراسات العلمية التي تحت إشرافها، وأيضا انتشارها كشبكة ذات نفوذ وترتبط بعناصر مؤثرة في الحكومات. كيف يجب على هذه المنظمة ومنظمات دولية أيضا مساعدة هذه الدول الفقيرة والوقوف أيضا من جهة أخرى على إحياء الاقتصاد العالمي؟ هناك برامج وآليات قائمة موجودة، لكن تحتاج إلى إرادة سياسية من الدول العظمى. هناك البنك الدولي مثلا يوجد لديه ما يسمى SDR Special Drawing Rights، أي حقوق للدول أن تسحب أموال لمساعدة ذاتها، أي هناك لها حقوق. وكذلك الصندوق النقد الدولي يضع بعض الشروط مثل التقشف وعدم التبذير وغير ذلك وسحب الدعم عن السلع، لكن هناك آليات موجودة من خلال وكالات الأمم المتحدة، وكذلك الدول الغنية تقدم لديها برامج مساعدات. ولكن كيف نستعمل هذه المساعدات بطريقة بناءة وعدم انفاقها على الأسلحة والبرامج ما يسمى الفيلة البيضاء White Elephants، التي المشاريع التي لا تدر فائدة على المجتمع. لذلك هناك حاجة لترشيد الإنفاق وتحسين استعمال هذه الأموال، ولكن هذا يتطلب تعاون دولي وإرادة سياسية من الدول الكبرى أن تقود العالم وتساعد الدول الفقيرة و تحاول إنقاذ العالم من هذا الوباء الذي جلب إلى السطح العيوب والنواقص الكبيرة في المجتمعات العالمية وفي الاقتصاد العالمي. الاقتصاد العالمي الآن يمر في حالة هشة، وقد تزداد هشاشة إذا استمر هذا الوباء في الانتشار لعام أو لعامين. لذلك يجب وضع جهود قوية جدا الآن لإيجاد لقاح فعال وآمن، ليس فقط فعال، لأنه اللقاح الغير مدروس قد يأتي بنتائج عكسية في مرحلة لاحقة. لهذا السبب شركات مثل إيلاي ليلي وجونسون وغيرها أوقفت التجارب السريرية، لأنها وجدت أن هناك ناس من الذين خضعوا للتجربة يعانون من أمراض جديدة أو من تطورات سلبية. المسألة ليست بسيطة، لا يوجد حل أبيض وأسود، ولكن منظمة الصحة العالمية مقصرة، وكذلك أثارت غضب الولايات المتحدة لأنها حاولت أن تساعد الصين وتحسن صورة الصين التي خرج منها الوباء وانتشر في العالم. ذلك فقدت الدعم الأمريكي، ولكن هل هذه الخطوة أنا أعتبرها سلبية؟ يجب إصلاح منظمة الصحة العالمية، ولكن عدم معاقبتها بعدم دعمها ماليا. يجب دعمها ماليا، ولكن تقديم الإرشادات والنصائح كيف تشتغل. كل الدول العالم المتقدمة لديها خبراء في مجالات الصحة والاقتصاد والعلوم وغيرها لتتفضل وتقدم ما تستطيع وتساهم لمساعدة تلك الدول. لذلك هذا موضوع شائك سيبقى معنا حتى يتم اختفاء هذا الوباء. هناك في الواقع وعقاقير استعملت بنجاح. قبل قليل تفضل أعتقد الدكتور عبد الحميد ذكر أنه لا يوجد لقاح في الأفق إلى غير ذلك، هذا صحيح، ولكن النظرة الإيجابية أننا مررنا بمراحل، كان هناك سارز، إنفلونزا الخنازير، الإيبولا، الإيدز في الثمانينات، وكلها تم القضاء عليها الآن. ولذلك يجب أن نتمكن في يوم ما في المستقبل القريب أن نقضي على الكورونا، يعني لا ننهزم وننتظر حتى يأتي حل من السماء. الحل موجود في المختبرات العالمية في أوروبا وفي أمريكا وفي دول أخرى. نقطة سريعة تتعلق بالصين التي هي كانت مصدر الوباء، هي الدولة الوحيدة الآن التي تمكنت من احتوائه، وارتفعت الصادرات الصينية في شهر أغسطس آب 9%،
ارتفع الاستيراد الصيني من الخارج 13%، مما يدل أن الاقتصاد الصيني يتعافى رغم أنها هي المصدر الأساسي لهذا الوباء السيء. ولكن علينا أن نتفائل أن لقاح سيكون موجود ربما في بداية العام أو في الربيع المقبل، واضح، ويكون فعال وننتهي من هذه الأزمة. دكتور عبد الحميد، لك ما تقوله في هذا المجال. دكتور نهاد يقول أن الحل موجود في المختبرات وعند الدول. الآن من كان فقيرا ازداد فقرا، ومن كان غنيا قد يزداد غنى وقد لا يتأثر جراء هذا الفيروس. الآن الوضع فعلا على المحك، ماذا تقول؟ الصين هي سبب هذه الجائحة. المنظمة الصحية العالمية كانت متواطئة لحد ما في قضية الصين، وهذا ما ترك الولايات المتحدة أن تسحب دعمها اللي هو يساوي 400 مليون دولار في السنة، في حين أنه دعم الصين للمنظمة الصحة العالمية هي إلا 40 مليون دولار. يعني الانزعاج ترامب من المنظمة الصحية العالمية كان هو في محله. لكن كما تفضل الدكتور نهاد، يجب إصلاح المنظمة الصحة العالمية، مش يعني نزع كل إمكانياتها وتركها يعني إلى وحدها. ربما هو الدول هذه الديمقراطية ما تحببش أنه ترغم مديرها اللي هو منتخب باش يغادر، يعني هو منتخب يعني في تصورهم يعني هذا غير موقعي وغير منطقي. لكن هما لازم الدول هذه الغربية لازم مساعدة المنظمة الصحية العالمية، منظمة الصحة العالمية، حتى تجد إطار أو ميكانيزم به يعني تخلي تساير هذا الجائحة. هذا من جانب. الصين حاليا صحيح انه هي تظهر وكانها تعافت اقتصاديا وحتى متمكنه في التحكم يعني في هذه الجائحه، لكن فيه امر ظهر هذا الايام الاخيره. هي انت تعلمي انه الصين عندها اثنين شركات اللي تشتغل في اللقاح. هذا اللقاح هي كانت تروج له أنه رايحة تخليه يعني يدخل للسوق، لكن بعد هذه يومين أو ثلاث أيام الصين دخلت إلى الكوفاكس. الكوفاكس يعني هي تحالف لإيجاد لقاح وتوزيعه وكذا. يعني اختيارها أنه أن تمشي إلى الكوفاكس، لهذا التحالف، تنضم إلى هذا التحالف، بالتالي هو كأنها اعتراف منها أنه اللقاحات اللي تشتغل عليهم ما عندهمش المأمونية والفعالية اللي منتظرة منها. هذا الانضمام في حد ذاته هو يدل أنه اللقاحات اللي عندها ما هيش لقاحات يعني اللي عندهم الفعالية والمأمونية. بالتالي لأنه اللي يملك لقاح وهو واثق منه أنه لقاح فعال وعنده المأمونية ما يمشيش يروح يتضامن مع الناس اللي ما عندهمش لقاحات وما عندهمش يعني أي حل. بالتالي هذه هي اللي تخلي انه الصين هي تعطي انطباع انه الامور ساريه بالعاديه بامر يعني خصوصا في الاقتصاد كانه متعافي وكذا. لكن في هذه الجائحه انا لا اظن، انا لا اثق في المعطيات الطبيه الاقتصادية. الدكتور نهاد ممكن هو راح متخصص، أنا لا أسمح لنفسي أن أتكلم في الاقتصاد وأنا لست خبير أو اقتصادي.
بالتالي هذه خلينا انه نشوفوا يعني انه فيه ضبابيه، فيه امور. حتى الدول الغنيه، الدول الغربيه هي تشتكي شحت الاموال، لا هي يعني تعطي ستيميلس للاقتصادات. لكن انت شفتي مثلا الولايات المتحده، الديمقراطيين عبر السيده بيلوزي تطلب، هي تطلب بتقول لا زيدوا لي شويه، اعطوني 1.9 تريليون دولار، والجمهوريين يقولوا لا نعطوا 1.7 و1.8، وبالتالي اختلفوا وكل واحد يمشي. هذه تدلك انه فيه شح في الموارد الماليه. نعم. لكن من الجانب الصحي في قصه اللقاح فيه ضبابيه. في ضبابية كاملة يعني، لحد الآن ما كانش يعني نشوفه لأنه نتفهم. الدكتور نهاد يسمح لي على كل حال، أنا مش من الأشخاص المتشائمين ولا متفائلين بدون سبب. أنا إنسان واقعي نشوف اللي عني. صحيح أنه المخابر والجامعات والشركات اللي الصيدلانية هي من عن طريقها اللي ممكن هي اللي تعطينا، ما عندناش أشخاص آخرين يعني اللي يعطونا إمكانيات وحلول إلا هذا. واضح. دعني أعود إلى الدكتور منذر. دكتور منذر، تونس من بين البلدان التي يعتمد اقتصادها بالدرجة الأولى على السياحة. السياحة تأثرت بالدرجة الأولى جراء هذا الفيروس وهذه الجائحة بإغلاق المطارات وإغلاق الحدود أيضا. الآن كيف ترى العودة إلى الإغلاق أو العودة إلى الانفتاح؟ هل لها الآثار السلبية على الاقتصاد وعلى المجتمعات أيضا؟ دعيني أنا طبيب سأجيبك من الجانب الصحي، لأن الجانب الاقتصادي ليس من مشمولاتي. نعم. ولأن الجانبين هما متكاملين. أنا أقول أنه يبقى الإغلاق التام هو الحل الأمثل لمجابهة الانتشار الوباء ولكسر الانتشار الأفقي وحتى العمودي للفيروس. ولكن للأسف الشديد هذا الخيار ليس ممكنا مع تهريئة البنية التحتية والضعف الاقتصادي الفادح الآن لتونس. لذلك أرى أنه بين الحلين، بين الفتح التام والإغلاق التام، يجب أن نذهب مثلا إلى عملية إغلاق محلية لبعض المحافظات التي ينتشر فيها الفيروس، أو لإغلاق بعض القطاعات، وهذا ممكن. نحن فتحنا الحدود في شهر ماي أو بعد شهر جوان لهذا السبب، لأن لسدع السياح، وقلنا أن تونس خالية وقتها من الكوفيد، وقمنا بفتح الحدود بشكل غير مدروس. ولكن للأسف لم نتمكن من جلب إلا 100,000 سائح، وهذا غير ذي جدوى بالمرة. لذلك نحن خسرنا من الجانبين. لم نتمكن من إنقاذ الموسم السياحي، ولم يتجاوز عدد السياح 120,000، ولم نتمكن من المحافظة على الأرقام الجيدة التي حققناها في محاربة الوباء في جولته الأولى. أنا أقول الآن أن الإغلاق التام ليس مطروحا للاعتبارات الاقتصادية ولضعف الاقتصاد التونسي. لا يتحمل الاقتصاد التونسي الإغلاق ولو لأسبوع واحد. لذلك أقول أن الآن نحن أمام خيارات ضيقة، أحسنها هو الإغلاق الموضعي، إغلاق بعض المحافظات التي ينتشر فيها الفيروس، وهي 6 أو 7 محافظات فيها نسبة أعلى. وزارة الصحة التونسية حددت نسبة هي 250,000 حالة لكل 100,000 ساكن. قالوا لنا أن كل محافظة فيها هذا العدد سيتم إغلاقها لمدة أسبوع على الأقصى أو مدة أسبوع قابل للتجديد. الآن الحكومة التونسية تقول أن هناك 17 مدينة بها هذه الحالة، ولكننا على أرض الواقع لم نتمكن إلا من إغلاق 3 مدن، وهذا قليل، وهذا للأسف الشديد قليل جدا، ولا يمكن أن نجابه به الوباء.
نعم، أعود إليك دكتور نهاد. في بداية الجائحة تم وكان إعلان بعض الحكومات والدول عن الإغلاق الشامل، وهذا كان له أثر تخفيفي إن صح التعبير وتقليل من الإصابات وعدد العدوى في جراء هذا الفيروس. ألا ترى أن العودة إلى فتح كل المجالات تقريبا في كل الدول الأوروبية والدول دول أمريكا وأيضا الدول العربية أدى إلى انتشار هذا الفيروس من جديد وعدد الإصابات ارتفعت بدرجة الأولى أيضا، ألا ترى أنه يجب أن يكون هناك إغلاق ولو جزئي كما تفضل الأستاذ منذر للحد من انتشار هذا الفيروس، أو يكون مثلا أسبوعين ثلاث أسابيع كما قرر بعض المسؤولين في بريطانيا هنا للحد من انتشار هذا الفيروس والتقليل أيضا من عدد الإصابات؟ نعم، بدأ الحديث منذ أسابيع عن ما يسمى استهداف البؤر أو بؤر العدوى أو الانتشار وعدم الإغلاق الشامل الكامل، أي إغلاق موجه محدد في نقاط معينة، ولكن هذا حتى الآن لم ينجح. حاولوا إغلاق مثلا قطاع الضيافة وهي الحانات، المقاهي، المطاعم، الفنادق، وكذلك قطاع السياحة والسفر، لكن هذا لم يوقف انتشار العدوى، بل أدى إلى خسائر مالية فادحة في هذين القطاعين. بريطانيا فقدت أكثر من 600 ألف وظيفة في هذا القطاع، قطاع السياحة والسفر خسر المليارات عالميا، حوالي ربع تريليون دولار ذهبت وخسرت. تونس تفضل الدكتور منذر وتحدث عن الخسائر، وكذلك الأردن قطاع السياحي مثلا هبط 70% مما كان عليه 2019، والآن يوجد إغلاق في بعض المناطق الجغرافية في شمال بريطانيا، مدن مثل ليفربول، وإغلاق جزئي في مانشستر وبعض المدن الأخرى مثل نيوكاسل وليدز. هذه تعتبر إغلاقات انتقائية محددة للبؤر معينة التي تزداد فيها حالات الكورونا، ولكن إغلاق شامل لمدة أسبوعين أو ثلاثة قد يكون لها تأثير إيجابي صحيا، أي تنهي مسألة الانتشار العشوائي في صفوف الناس، ولكن أثرها الاقتصادي سيكون مؤلما جدا للاقتصاد الوطني. لذلك هناك تردد وحذر وأحيانا تخبط وعدم الموافقة. مثلا المعارضة البريطانية حزب العمال يطالب الآن ما يسمى كسر الدائرة لمدة أسبوعين أو ثلاثة. نعم. الخبراء العلميين التي تقدم استشارات للحكومة بموضوع الأوبئة والأمراض المعدية إلى غير ذلك تقول لماذا لا نغلق من 24 أكتوبر الحالي، يعني بعد 10 أيام حتى نهاية العام، مستغلين فرصة انتهاء الفصل المدرسي الأول خلال أسبوعين من الزمن. يعني هناك مقترحات كثيرة لكن التطبيق له تكلفة، لا نستطيع إغلاق تام شامل وشل الحركة الاقتصادية كليا. إذا لديك الاستعداد الاقتصادي أن تتحمل تبعيات ارتفاع البطالة مثلا في بريطانيا الآن تقريبا أقل من مليونين لتصل 3.5 إلى 4 ملايين، وعندك المقدرة لمساعدتهم ومساعدة الشركات، وهناك برامج سخية لمساعدة الشركات وأصحاب الحرف الصغيرة مثل سواقي التاكسيات الذين يعملون لحسابهم وغيرهم، هناك مساعدات، لكن هل تكفي لتغطية كل قطاعات الاقتصاد في الوطن؟ لذلك الإغلاق الشامل رغم فوائده من ناحية طبية وصحية إلا أن
الكوارث التي ستتبع اقتصاديا لا يمكن تحملها. لا، لكن دكتور نهاد هناك من يتساءل ويقول هل الصحة أولا أم الاقتصاد أولا؟ نعم، هذه نقطة شائكة مثيرة للجدل. الآن إذا نواجه موت مئات الألوف أو الملايين ونبقي الاقتصاد، نبقي النشاطات الاقتصادية مفتوحة ونتحمل العواقب، نعم أوكي، حياة الإنسان أهم من المال، ولكن هل نريد مجتمع فقير ومديونية هائلة تثقل أعباء الأجيال القادمة لسنوات طويلة، أم نضع حل سريع مؤلم الآن ونغلق أسبوعين أو ثلاثة ونتحمل الأعباء؟ هذا توازن دقيق وحساس بين الأرواح وبين الاقتصاد. طبعا حياة الناس مهمة جدا وأرواحها مهمة جدا، ولكن هل سنخسر المزيد من الأرواح إذا بقينا نتردد في أخذ الإجراء الحاسم الصارم؟ نعم، هذا سؤال يترك ربما لخبراء الصحة والطب أو لرجال الدين، أو ليس أنا اقتصاديا أقول إغلاق تام شامل إذا لفترة قصيرة يمكن تحمله، لفترة طويلة سيكون كارثة هائلة للمجتمع. واضح. دكتور عبد الحميد، ما رأيك؟ هناك جدل واضح حول من يقول الصحة أولا أو الاقتصاد أولا، وهناك تضارب أيضا في المصطلحين. هل ترى أن هذه الفترة، فترة الخريف وستليها فترة الشتاء، هل تكون فعلا إذا كان الإغلاق الشامل لمدة 3 أشهر سيفيد في التحكم في انتشار هذا الفيروس والإعادة أو العودة إلى المربع الأول، والاستفادة أيضا من تجارب المرحلة الأولى من انتشار هذا الفيروس؟ والحجر اللي طالبي به اللي يقولي مدة 3 أشهر هو الحجر رايح يوقف انتشار الفيروس، لكن ما راح يقضي على الفيروس. هو صحيح يعطي لك الإمكانية حتى تعملي بحوث وكذا، حتى ممكن يعني مش يعني أمر يعني مسلم فيه، هذا رايح يعطيك الآخر. لكن لو تشوفي تقارني وتشوفي العدد الإصابات، العدد الإصابات حاليا هي عدد إصابات اللي تقيس الأشخاص اللي شباب يعني قل من 50 سنة، وبالتالي هو ما يتحملوا صحيا كلفة هذا الجائحة، لأنه الأشخاص المسنين هما محميين، معظمهم محميين يعني حاليا ما كش طبيب فوق المعمورة ما يعرفش أنه شخص عنده أكثر من 65 أو 60 سنة عنده أمراض مزمنة وكذا هو معرض يعني أنه يكون مصاب وللوفاة. بالتالي هذو الأشخاص هما محميين. إذا حمينا يعني هذا الأشخاص ويبقوا الشباب، مثلا في إفريقيا الوسط العمري هو ما قل من ما بين 19 و20 سنة، يعني واحد شاب يقدر يتحمل الإصابة. إذا كان الأشخاص اللي تحت 60 سنة يتحملوا الإصابات يعني ماهوش مشكل عويس، يعني لانه انك تعملي الاولويه الا للصحه بدون اخذ في الاعتبار الاقتصاد، يعني كيفاش راكي رايحه يعني تمولي هذا الاشخاص. صحيح في اوروبا كما تفضل الدكتور نهاد انه في شبكه تحمي، هنا في سويسرا واوروبا في شبكه تحمي الاشخاص الضعفاء الجوبلس اللي ما عندهمش شغل وكذا، هذو تحميهم. لكن في الدول هذا النموذج من غير هو غير قابل للتطبيق في دول كافريقيا، ما تقدريش تطبقيه. بالتالي يعني الاحسن هو ايجاد وسيله لتوازن ما بين الصحه والاقتصاد. إذا فيه مدينة ما فيها عدد الإصابات هو مرتفع، طبعا أغلق الإغلاق هذه المدينة
هو الوسيلة لتحكم في هذه الجائحة، لكن ما نقدروش نطبقه. مثلا أنا شوف في الأسابيع الماضية فرنسا، نص فرنسا هو في عدد الإصابات فيه يعني مرتفع ومرتفع جدا، لكن النصف الآخر اللي هو النصف الشرقي ما كانش فيه العدد الإصابات عالي. بالتالي هو يجوز أنه في بعض المناطق يعني تطبيق الحجر الصحي الكلي، بالرغم أنه نعطيك المثل أنه في سويسرا كانوا يطبقوا الحجر الصحي الجزئي، أما سويسرا عمرها ما طبقت الحجر الصحي الكامل، الحجر الصحي الجزئي. خلينا نشوف بعض البلدان اللي طبقت الحجر الصحي الكامل وأشد، يعني هي الهند. لو تشوفي حاليا الهند يعني كيف يعني صبحت حالتها الاقتصادية وحالتها الصحية وكذا، ما 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 الحجر الصحي ما 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 ماهوش حل اللي ينطبق مع الزمن، لازم إيجاد حلول. ما غير ممكن أخينا وصديقنا من تونس يقول أنه لو قال الحجر الصحي كانت تونس في أمان، لكن يا أخي كاين في بلدان مثلا تشيكيا عدد الإصابات كان يعني منخفض، أحد المنخفضين في أوروبا، لكن ما فتحت يعني كل الحدود والسواح وكذا، يعني قطاع السياحة كان مغلق. من رغم هذا يعني عدد الإصابات ارتفع الآن، اللي اضطرت الحكومة أن تقيل وزير الصحة تاع هذه الدولة. بالتالي هو الحجر الصحي نعم إذا كان في مناطق معينة لعدد الإصابات تاعها مرتفع، هذه عدد الإصابات اللي الدول هذه تطبق الحجر الصحي فيها هو متروك لهذه الدول اللي تقول ما عدد، إذا كان عدد الإصابات هو مثلا أكثر من 300 أو 500 لازم نطبق الحجر الصحي، إذا كان أقل لا ما نطبقش الحجر الصحي، تطبق التست والمتابعة عبر التطبيقات وهذه الأمور. هذه السياسة لمواجهة هذه الجائحة هي لازم تكون عندها استراتيجية واضحة المعالم، اللي لازم تكون ما بين السياسيين والأطباء والباحثين في هذا الميدان. بدون يعني لو السياسي ترك إلى شأنه هو ما هوش راح قادر يأخذ مواقف ويأخذ إجراءات اللي هي تخدم هذا المجتمع. بالتالي هذه من شأن الأطباء، لكن ثاني من شأن السياسيين والاقتصاديين اللي هما لازم يسيبوا يعني كيفية للتوازن مع هذا الاثنين، الصحة والاقتصاد. نعم دكتور منذر، ما رأيك، هل هي الصحة أم الاقتصاد؟ نلاحظ أن تونس تأثرت تأثرا كبيرا جراء هذه الجائحة، تونس مصر هذان البلدان العربيين الذين يعتمد اقتصادهم أيضا على السياحة، هناك دول أخرى أيضا تأثرت بدرجة الأولى جراء هذه الجائحة، هل تعتقد أن الإغلاق الشامل هو الحل أو علينا التعايش مع الوضع كما تفضل ضيفي الكريمين؟ يجب على الأشخاص أن يكونوا مسؤولين عن أنفسهم والتحمل تحمل الأوضاع، لأن الوضع فعلا كارثي وله آثار بدرجة الأولى على الأشخاص والأفراد على العموم. الإجابة على سؤالك بدون نقاش الصحة أولا، لأن رأس المال في كل دولة هو البشر، هو الإنسان، ولكن للأسف هناك معطيات ميدانية تحكم في هذا البشر. إذا لم يكن لك مال فأنت لا تستطيع أن تشتري الأدوية واللقاحات أو أي شيء آخر. في تونس نحن لا نطرح على أنفسنا الآن رغم وجاهة الحجر الصحي العام، قلت نحن لا نطرح على أنفسنا الرجوع من جديد إلى الحجر الصحي العام، لأن ستكون له نتائج كارثية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. لذلك ارتأينا أنه من الممكن الذهاب إلى عملية حجر
كما قلت موضعية في بعض الأماكن بعض المحافظات ولزمن محدد. نؤكد كذلك على أن على الوقاية، وليس لنا ثلث الوقاية، الكمامات، التباعد الجسدي، استعمال المعقمات، وخاصة الذهاب من كون هذه المشكلة مشكلة صحية كما كنا نعتبرها في شهر مارس أبريل ماي إلى أنها مشكلة سياسية. وعندما نقول أنه مشكل سياسي تتضافر كل جهود الدولة وكل مقدرات الدولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه على مستوى تفشي الوباء. نحن في تونس مثلا هناك مشكلة تونس مع تفشي الوباء هو اهتياء المنظومة الصحية والبنى التحتية. لذلك الآن هناك عزم من الحكومة على القيام بزيادة في ميزانية وزارة الصحة بتسخير كل موارد الدولة لفائدة القطاع الصحي مع المحافظة على نسبة معينة من النشاط الاقتصادي للعائلات المعزة. لا يمكن التفكير حاليا كما قلت في البداية بالحجر الصحي العام، سيكون كارثة اقتصادية، والصحة والاقتصاد هما الآن متلازمان. ولكن دائما دائما نظل نقول أن الإنسان هو رأس مال الدولة التونسية. نحن ليس لنا مقدرات طبيعية كبيرة، ليس لنا اقتصاد قوي، اقتصادنا هش يعتمد كما قلت على السياحة ولا بعض التجارة والمساعدات الدولية. ولكن المهم في الاقتصاد التونسي هو الكفاءات، وللأسف الشديد بعض الكفاءات كالكفاءات الطبية الآن أصبحت على مرمى التهديد الفيروسي. وعندنا الآن ما يقارب 37 ألف حالة، منها للأسف الشديد ما يقارب 14% إلى 15% من الإطار الصحي، وهذا ينظر بخطر شديد. سنحاول أن نقوم بعملية جديدة من الإعلام، عملية إعلامية، عملية وقائية جديدة كبيرة مثل ما قمنا بها في شهر مارس أبريل ماي. سنحاول أن نراجع فتح الحدود ليكون فتحا عقلانيا مثلا للبضائع للتجارة. سنقوم مثلا بمنع بين معقفين، منع عودة التونسيين أو السياح إذا كان هذه العودة لا تدر على الدولة نسب كبيرة جدا من العملة الصعبة مقارنة بما ستدفعه الدولة أو تخسره الدولة والمجتمع من مال في سبيل جراء تفشي هذا الوباء. للأسف الشديد هذه الخيارات هي خيارات مؤلمة موجعة. نحن قادمون على أيام صعبة، ولكن سننتصر بإذن الله تعالى وبالعزيمة القوية للشعب التونسي. أنا في الأخير ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ كما قال سيد نهاد منذ وقت، هناك الإيبولا والإيدز، وعاشت الإنسانية أوبئة أكثر من هذا، ولكن في الأخير الإنسان خليفة الله في الأرض، هو من انتصر وهو من سيبقى. للأسف الشديد ندفع ثمنا باهظا، ولكننا في الأخير سننتصر إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور منذر الونيسي، الطبيب والمستشار في وزارة الصحة، سابقا كنت معنا من تونس. أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. أعود إلى ضيفي الدكتور نهاد. دكتور نهاد، 7 أشهر من هذه الجائحة، 7 أشهر ودول تعاني، دول ضعيفة، دول فقيرة تعاني من هذه الجائحة وأثرها الاقتصادية، والمواطن هو بالدرجة الأولى من يعاني الأمرين. 7 أشهر تكون درسا لنا على الأيام والأشهر القادمة، كيف نستفيد من هذه الأشهر التي مضت والأيام القادمة والأشهر، لأن هناك احتمال ضئيل لإيجاد لقاح في الأجال أو في الوقت الحالي أيضا. أستاذة سمية، هذه أزمة استثنائية لم يشهدها العالم منذ 30 القرن الماضي، أي الشد وأصعب فترة اقتصادية مر العالم بكساد اقتصادي في مراحل مختلفة بالثمانينات وكذلك أوائل الألفية الأخيرة، يعني 2001 ل 2003، ثم جاء الانصهار المالي 2008 و2009، انهيار أسعار النفط 2004 صيف 2014 من $140 إلى أقل من $30، جاء
مصائب كبيرة للعالم، ولكن هذه هي الأسوأ لسبب هام، وهو أنها خطيرة جدا صحيا، وكذلك استغرقت فترة طويلة 7 شهور ولا ويمكن أن تستمر لعدة شهور أخرى. وأوافق مع الزميلين في تونس وفي سويسرا الدكتور عبد الحميد أن في النهاية العالم سينجح وسيتغلب على هذه المصيبة. حياة الإنسان طبعا مهمة جدا ويجب العناية بها وحمايتها، وكذلك عدم إغلاق الاقتصادات بطريقة تؤدي إلى خنق هذا الإنسان اقتصاديا، أي نريد التمييز وكذلك استهداف البؤر الخطيرة وإبقاء القطاعات الحيوية أن تستمر في الشغل لكي نستطيع أن نأكل. يعني نريد مخابز للخبز ونريد مواد غذائية لكي نصمد، ونحن نعاني من الحجر الصحي مثلا، أنا نعاني من العزلة عدة شهور في منازلنا لا نستطيع الذهاب إلى أي مكان. لذلك الاقتصاد مهم والحياة مهمة والعالم وكما قال الدكتور عبد الحميد قال شيء هام جدا، وهو أننا تعلمنا الكثير من الموجة الأولى من الوباء. نعم. الآن نعرف الكثير عنه ولدينا إمكانيات للصمود أمام هذا الوباء وربما علاجه والتخلص منه. لا، ما نعرفه الآن لم نكن نعرفه قبل 4 أو 5 شهور. لذلك هذه الخبرة التراكمية في معالجة الكورونا والتعامل معها له فائدة كبيرة. لذلك لا أتوقع أننا سنواجه 7 شهور أسوأ من 7 شهور التي مضت، أي الأسوأ تقريبا ممكن القول قد انتهى، ولكن لدينا لسه الآن تحديات كبيرة يجب أن نتغلب عليها صحيا وطبيا وعلميا، وكذلك لإنقاذ الاقتصاد. وإنقاذ الاقتصاد يعني إنقاذ العالم، حياة الناس، معيشة الناس، الأفراد العاملين والشركات والمصالح والحكومة وكل ما هو موجود على سطح هذه الأرض البشرية. يعني لا نستطيع إهمال الموضوع الاقتصادي، لأنه بدون ما يوجد هناك موارد اقتصادية سوف لا نستطيع أن نستثمر في الأبحاث العلمية لإيجاد لقاح فعال وآمن. هنا المشكلة تكمن، أي خلق توازن بين الاقتصاد والصحة والطب والعلم لإنقاذ الإنسانية. نعم. من مستقبل مظلم. أشكرك جزيل الشكر دكتور نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة والإفادة، كنت معنا من لندن. أعود إلى ضيفي الدكتور عبد الحميد لأختم معك. دكتور عبد الحميد، تضاءلت الآمال للوصول إلى لقاح في الآجال الحالية. الآن هناك تجربتين سريريتين في أمريكا تم تعليقهما، الصين وأوروبا تمشي في غلق تقريبا شامل. الآن الأشخاص هم من يجب أن يتحملوا المسؤولية التامة، وعلينا التعايش مع هذا الوباء لنكون ونستفيد أيضا من تجاربنا السابقة والأشهر الماضية. ما هي الكلمة التي تختم بها هذا البرنامج دكتور عبد الحميد؟ والله الأسوأ هو وراءنا، والشيء الوحيد اللي فيه أمل يعني أنه مش ممكن ما اللقاح ما شح يكون، يعني ما يكونش عندنا لقاح، لكن الإنسانية هي تبذل مجهودات في المخابر حتى تتوصل ممكن إلى علاج، لما لا إلى إمكانية التعايش مع هذا الفيروس بصفة يعني اللي تخلينا تكون عندنا أقل خسائر بشرية، ونقدر يعني اقتصاديا نقدر نتعايش مع هذا الفيروس. لكن نرجع للأساسيات اللي هي غسل الأيدين، النظافة، والتباعد الاجتماعي، التست والمتابعة، هذه تبقى أمور يعني واجبة.
لكن اللي يطمع في اللقاح انه يكون موجود لازم يعرف انه عده امراض لبعض الفيروسات هي اللي تسببها. هذه الامراض لم يوجد لها لقاح الى يومنا هذا، من رغم قدوم انها امراض قديمه مثل الاتش اي في فيه كثير. الهيباتيتس سي مثلا هي عباره يعني الفيروس تاع الهيباتيتس سي ما فيهش لقاح لكن في عنده علاج. احنا ممكن نتوجه الى سيناريو يشبه هذا السيناريو، انه من ممكن يكون عندنا علاج ويكون عندنا وسائل لمواجهه هذه الجائحه وما يكونش عندنا لقاح. لكن في النهايه انه الانسان يعني يخلي يتجاوز هذه الجائحه ويخلي يعني انه يتقدم ويعيش ويستمر. هذه هي الحقيقه، يعني ماهوش يعني انسان لازم يتمسك انه كانه اللقاح هو المنقذ. صحيح اذا كان يعني لقاح لازم انه نعرفوا انه عمليه ايجاد لقاح هي عمليه معقده لتدوم عشرات السنين في بعض الاحيان، مش شهور. احنا حاليا نحرقوا كل مراحل حتى باش يكون كاين لقاح. هذه يعني مش عمليه سهله. بالتالي يعني ما دام انه الانسانيه يعني موجوده وكاين امكانيات، وحاليا كل جهود تاع الانسانيه يتغافر وحتى تواجه هذه الجائحه، فيه امل انه نتوصلوا الى حلول. لكن في الحلول فيه اللقاح، فيه العلاجات، فيه وسائل اخرى، واللي تخلينا نشوف المستقبل بتفاؤل. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الحميد مهني، مدير البحث بكلية الطب في جنيف. شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة وعلى هذه التوضيحات، كنت معنا من سويسرا. الشكر إلى الدكتور إبراهيم حمامي الأخصائي رعاية الصحية، كان معنا من لندن، والدكتور نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي، والدكتور منذر الونيسي طبيب المستشار في وزارة الصحة سابقا كان معنا من تونس. الشكر موصول إليكم مشاهدينا على المتابعة والإصغاء، ألقاكم بألف خير وفي أمان الله.